حضرتك بس جربيني، ده انا حركه واعجبك قوي. عارفه لو طلبت مني اي حاجه هتلاقيها عندك في منت، وما تقلقيش. كلها غير اللي كلناها امبارح. والاكل امبارح كان ايه؟ الاكل امبارح كان بانيه. ايه؟ والله الصراحه لقيت القمر كامل وفي نسمه هوا كده هون، فقلت اما اقعد مع نفسي في الطراوه شويه. تمشوا وتسيبوني، تسيبوني لوحدي. الكل عاش من غيري، الكل سابني ومشي، حتى اللي كل من خيري لا يخجل ولا يختشي. يعني طول عمري انا وايمي بنحب قوي، بالنسبه لنا الخروجه هي المسرح. يعني انا بحب المسرح جدا، ويمكن ده من الحاجات برضو الاسباب اللي خلتني افكر في دنيا زوالد، ان انا نفسي اقف على المسرح، واللي مفيش وقت لسه اقعد اعمل مسرحيه. فكان نفسي، بحب وقفه المسرح جدا.